مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم ورمضان كريم يا كابتن، وحلقه جديده ونجم جديد نتغول معاه كده بعيدا عن الملاعب وعلى الجانب الاخر، ورمضان والمسحرات والفانوس واحلى المواقف في رمضان. معنا اليوم نجم من نجوم نادي اسكو، يمكن من افضل زي ما كانوا بيسموه زمان كده السردباك، احسن سردباك جابته الملاعب في شبرا الخيمه او في نادي اسكو والبلاستيك، يعني كان حاجة كبيرة جدا. أنا حسيت بالكلام ده لأنه هو أكتر واحد ضربني، لأن كنت أنا فرويد، هو أكتر واحد ضربني في الملاعب. معنا نجم نادي إسكو ومنتخب مصر الكابتن سامي رفاع الشهير بسامي البرج. منور يا كابتن ورمضان كريم يا كابتن. الله أكرم وأهلا ومرحبا بيك يا كابتن. ضرباتك معلمة معايا لحد دلوقتي يا كابتن سامي. أرجو إن أنت ما تاخد يعني تعفو عني. عفونا بمناسبة الشهر الكريم. كابتن سامي كان حاجة يعني مساك، بسم الله ما شاء الله، يعني الجيل الذهبي يا كابتن سامي، يعني انت يمكن عاصرت ابو رحاب ورودا هاشم والمرحوم عثمان غزال والسويس وشامل سلامة وكابتن ياسر محمد وعاطف جعفر، كان لسه طالع جديد. حاجة جميلة كده، كان ليا الشرف ان انا لعبت مع الجيل ده. لو كلمتنا كده نبزع الكابتن سامي. سامي رفاعي، جيت نادي اسكو كان عندي حوالي 14 سنه مع كابتن امام. وبعد كده مع بقيه المدربين زي الكابتن احمد شرف وكابتن عبد الجليل وكابتن صبحي عبد السلام، الى ان انا تم تصعيدي للدرجه الاولى. وكان طبعا يعني من اسعد اللحظات بالنسبه لنا ان احنا نتمرن مع النجوم اللي هم زي كابتن احمد ابو رحاب وكابتن محمد عمر وكابتن عطيه شحاته والناس ديت، واخد بالك؟ وبدانا انت واخد بالك ازاي الى ان احنا دوري ممتاز يا كابتن. اول ما صعدت حصلت اول مباراه الاسماعيلي، اول مباراه كانت المنيا في المنيا وتعادلنا 0-0 في الماتش ده. كانت المنيا فرقه كويسه قوي، جيت قناوي كان تاريخ كبير يا كابتن. طبعا وجمال سالم كانوا مجموعه كويسه قوي في المنيا. لا كان فريق ممتاز، ويعني بسم الله ما شاء الله، يعني من يعني كان في لعيبه يعني زي كابتن ربيع السيد وكابتن شديد قناوي واخد بالك وكابتن هشام، يعني لعبنا مع مجموعه كبيره يعني من لعيبه نادي المنيا. اكيد كابتن يعني الكوره، انا عايز اخدك بس قبل ما اخدك كده وارجع بيك للطفوله شويه، عايز اخدك فريق اسكو والدوري الممتاز، كان مين المدير الفني في الفتره ديت؟ هو كان اول صعود كان مع كابتن طه اسماعيل، واحنا كنا لسه بقى صغيرين، كنا بنتفرج طبعا على الفرقه ديت، وكان لسه كابتن حمدي نوح وكابتن احمد ابو رحاب، وكانوا بيخلونا كل مدرب، يعني مثلا فرقتي كان معانا مثلا كابتن عبد الجليل، كان كل مدرب لما بيبقى في تدريب او في مباراه للدرجه الاولى كان بياخد الفرقه بتاعته ويقعدها في المدرج ويخلي كل لعيب يركز مع اللعيب اللي بيلعب في نفس المركز بتاعه. فكان دايما الكابتن مثلا يجي لي انا يقول لي ايه، ركز مع كابتن السويسي، ركز مع كابتن عثمان غزال، كابتن سمير، شوفوا بيعمل ايه، بيتحرك ازاي، واخد بالك ازاي، بيطلع يقطع الكوره ازاي، والحاجات دي اتعلمنا يعني حاجات كتيره منهم، بتشوف حاجات نظريه عشان تشوف الملعب وبعد كده تنزل تنفذ معايا عملي. وبعد زي ما بقول لك، وكان يخلينا نتفرج عليهم ونشوفهم، يقول لك ركز على فلان، يعني شوفوا بيعمل ايه، بيطلع يقطع الكوره ازاي، بيلعب بيطلع يطلع الكوره بدماغه ازاي، لو هي جايه من الاتجاه لازم يرجعها في نفس الاتجاه، ما تطلعش في المواجهه بتاعه المرمى، واخد بالك ازاي، تبقى على الجنب، يعني تطلع الكوره على الجنب، وبنشوفها طبعا مع هم النجوم الكبار بتوعنا اللي هم الجيل الذهبي بتاعنا. اكيد يا كابتن رمضان وليه الذكريات وانت مع الفريق الاول، سواء وانتم في الممتاز او في الممتاز به، المواقف كده اللي بتيجي على بال الكابتن سامي رفاعي. يعني وكان احنا لعبنا في فتره من الفترات لعبنا وكنا بنبقى صايمين في رمضان ولعبنا ماتشات، انت واخد بال حضرتك؟ وكنا بنبقى صايمين وكان ربنا بيوفق وكده يعني. واخد بال حضرتك ازاي؟ كان الكابتن طه اسماعيل بيقول مديكوا الرخصه، يعني اللي عايز ينفذ الرخصه. أنا كنت ما حضرتش مع كابتن طه. انا حضرت مع كابتن ميمي فكري، وحضرت مع كابتن سمير ابو السعود، ومع كابتن مدحت شلبي، وطبعا الاب الروحي لينا كلنا والصاحب البصمات على كل لعيب في النادي هنا، الله يرحمه كابتن محمود شلش. طبعا كابتن شلش ده هو القيمه يعني والقامه بتاعت نادي اسكو. ايوه يعني ده محدش ينكر طبعا فضله على جميع اللعيبه اللي في النادي هنا، وتعلمنا منه كتير وكده. يعني انت كانت البدايه خالص مع الكابتن شلش، اسباب بقى تسميتك بسامي البرج.
والله جت منين البرج ده عشان طويل وبتاع؟ كان اول ماتش لما صعدنا وكده مع الدرجه الاولى، فكنا بنلعب البلاستيك. انت عارف ان شبرا الخيمه ديربي الزعامه، ديربي اسكو والبلاستيك دول بيبقوا حاجه يعني، وشبرا الخيمه كلها بتترقب اللقاء ده. فكان في كابتن ايوه معاك، اتفضل يا كابتن. كان في الكابتن الله يرحمه مخلص كمال، كان بيلعب هو الراس حربة النادي فيرويد. ايوه كان بيلعب، من مميزاته ان هو بيلعب هيدرز كويس جدا. فصدفة ان انا اول لقاء وبتاع وكلمني طبعا الكابتن، كان هو طويل برضه يا كابتن. كان طويل وجسمه بسم الله ما شاء الله، وكان لعيب كويس. فقالوا لي انت هتلعب النهارده سامي على كابتن مخلص، وكابتن مخلص ده بيلعب بيمتاز ان هو بيلعب بدماغه كويس، انت واخد بالك وكده، فاحنا عايزين ايه نحد من خطورته في القصه ديت وبتاع، واخد بالك. فربنا وفقني في اليوم دوت ما شافهاش، ان انا ايه كل كره اطلع واخد وبتاع. ففي واحد من اللي كانوا قاعدين في المدرج واخد بالك، وبعد كده بقينا اصحاب قوي يعني، يعني تعرف. فقال ايه الواد اللي الطويل البرج دوت اللي عمال، فمن ساعتها بقى طلعت بقى سامي البرج. سامي البرج طلعت البرج دوت. فطلعت البرج بقى. كابتن يمكن ربنا يخلي طبعا معاك شيماء دكتوره صيدليه مش كده برضو معانا احمد مهندس، هو حكم دلوقتي لسه ناجح في التحكيم الجديد نجح دوت، الترقي للثانيه وخد اول قاهره يعني. دلوقتي بيجري اوام اوام يا كابتن. عجزنا احنا لسه مدخلينه بدري، لسه مدخلينه تحكيم قريب مش كده ولا ايه؟ عدى السنتين اوام اوام. الايام بتجري، الايام بتجري والله. ربنا يخليه لك يا تشوفه. هو كام سنه يا احمد؟ احمد 22. صغير يعني كويس. اما يدخل تانية وهو 22 سنه يعني سنتين كمان او ثلاثه 25 سنه اولى ان شاء الله. لا يبقى لا لا هيبقى زي الفل ان شاء الله، ربنا يخليه لك. ومعاك محمد طبعا ثانويه عامه برضو. معايا محمد في الثانويه عامه. وروان بقى الدلوعه العنود الدلوعه دي. دي بقى في حد فيهم كابتن بيلعب كوره؟ الاثنين كان احمد وكان محمد. واخد بالك. بس ايه احمد لما جينا في الثانويه وبتاع فايه خدته الثانويه وبتاع واهتم بالدراسه. محمد لعيب كويس انت واخد بالك ازاي، بس ايه لما جه بقى فتره كده حسينا ان هو بيهمل في الدراسه على حساب النادي بتاعه. هو ايه لا لعيب في النادي هنا. فالكوره يعني واخده حيز كبير في حياته، واحنا يهمنا الناحيه العلميه. فاحنا الناحيه العلميه يعني عايزه تاخد بالك ازاي وكده يعني. لكن هو لعيب كويس ما دخلش، ما فكرتش تدخله تحكيم يا كابتن؟ ان شاء الله هدخله يعني، تفكر ان انت تدخله تحكيم ان شاء الله؟ ان شاء الله. طب كابتن سامي انا عايز اخدك كده، وانت يمكن من مواليد الشرقيه يا كابتن. ومسقط، وتربيت هنا في شبرا الخيمه يعني سنه مش كده؟ اتربيت في شبرا الخيمه يعني. رمضان بقى ومظاهره الجميله واول احساس برمضان، كنت في سن كام وابتديت تمسك الفانوس يعني كده زي هنا زي جميع الاطفال في اللي في السن الصغير ده واخد بالك ازاي؟ كنا برضو بنيجي قبل اول ما يجي رمضان نشبط برضو عايزين الفانوس دوت وبتاع، وكانت اسعارها يعني والشكل الفانوس اللي هو الازاز دوت ويقعد يلونه لنا عم سعيد واخد بال حضرتك، ونجيب الشمع ونمشي بقى مع بعضينا ونطلع برضو على الشقق ونخبط وبتاع وحوي والكلام ده. ويدونا بقى زي ما بيقولوا برضو ايه العاله والكلام ده، نجيب شمع وتفضل قايده اول ما بتيجي تخلص تعريفه شمع وتفرقوها على بعض ونروح بقى الشمعه تفضل حته ناخدها نقعد من يعني كده ساعه الفطار بقى وال كان في طبعا مواقف وحاجات جميله برضو يعني. مين مع الكابتن سامي كده عاش معاك في مرحله الطفوله ومشي معاك في اللاين بتاع الرياضه والملاعب والانديه ولعب معاك من النادي يعني؟ من النادي او من خارج النادي؟ لا كان ليا اصدقاء كتير من 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 جوه النادي، كان اقربهم ليا كان الكابتن عطيه شحاته والكابتن ابو رحاب وكابتن رضا هاشم يعني وكابتن عثمان غزال وكابتن محمد عمر، لان احنا كنا ايه قريبين من بعض في الخيمه منطقه واحده. وكان الكابتن حسين السيد برضو قبل ما لا مجموعه بقى بتاعت الاميريه كان من اعز اصدقائي بقى، كان في البلاستيك رغم ان كان في طبعا شد وبتاع على اساس ان احنا اسكو والبلاستيك دول كان يعني ديربي وكده فكان اقرب الناس ليا كان الكابتن طارق حسن طبعا حسن. هو مدرب في انبي دلوقتي وكان الكابتن اسماعيل ضمضم والكابتن رضا الشرقاوي وحسين وكانت المجموعه دي كلها شركات مع بعض وكنا بنلعب بقى شركات مع بعض وطبعا الكابتن خليل ابو العيله كان راس حربه بتاعنا فمش هنقول على اسم الشركه على طول الفراخ فاكر انت الفراخ يا كابتن كده والدوره بتاعت بطوله الجمهوريه
وخدونا كده تحت عشان الموظفين بياكلوا ربع فرخه فهم عايزين يدينا نص. عملوا معانا ايه؟ النور يا كابتن. عملوا معانا ايه؟ يعني احنا اعترضنا على الاقامه في السنه الثانيه، كنا صعدنا في اسكندريه في موسم ورحنا، فكنا بننزل في مكه. ربنا يديله الصحه ابونا. فمتعودين طبعا بننزل في فندق كويس وبتاع. فالسنه اللي بعديها قال لك يا جماعه احنا علشان نقدر نتقبلك ازاي، يعني ايه نحسن من الاكل والحاجات ديت والبدلات، فاحنا ايه مش هننزل في الفندق اللي هو بننزل فيه كل سنه، هننزل في فندق الشركه وكده. هو فندق مأجراه الشركه. واخد بالك؟ فصادف ان احنا في السنه ديت كان في بعض الموظفين طالعين مصيف وبتاع. فهم يعني ايه بيفهمونا ان يعني خش عشان الناس ما تبصناش، ويقول لك ايه ده بيميزوا دول وفرقه الكوره والكلام ده. وكده يطفي النور ساعه الاكل والكلام دوت. واخد بالك؟ عشان يزودوا لنا الربع فرخ. عشان يزودوا لنا، انت واخد بالك ازاي؟ اكتشفنا بعد كده ان هم كانوا يعني من الذكريات الجميله في الوقت ده يا كابتن سامي يونس نجم الترسانه في اول مباريات في اسكندريه في البطوله، وكان خد خبطه كده في دماغه سامي يونس. وكان قعد طول الدوره هو مش داري بنفسه خالص. وكنا احنا عاملين ناكله ناخد الفراخ بتاعته وناكله اكل تاني وهو مش داري، كل حته الورك دي وهي حته جزره كان جايب له ارتجاج جوه فياكلوا ايه الورك طري كويس يقول لك هات منه تاني. وهو كان احنا خدنا الفراخ بتاعته. لا كان في طبعا ذكريات كويسه طبعا. انت واخد بالك ازاي؟ وبالامانه يعني اليوم اللي بيعدي ما بيجيش زيه ولا الاصدقاء بتوع زمان. واخد بالك ازاي؟ والواحد بيسعد جدا ان هو بيلتقي باي حد من اصدقائه بتوع زمان بجد. لان عشنا معاهم احلى ايام واحلى ذكريات بجد يعني. لا ما انا لسه هاخدك بقى في احلى الذكريات واحلى الايام، بس انا هاخد فاصل كده سريع ثم اعود اليك كابتن سامي. فاصل ثم نعود. عدنا مشاهدينا الكرام مرة أخرى ورمضان كريم يا كابتن. أحلى الذكريات وأحلى المواقف الجميلة سواء الرمضانية أو الغير رمضانية مع الكابتن سامي رفاعي الشهير بالبرج. وزي ما قلنا جت كلمة البرج دي إن هو كان بيلعب على أطول لاعب موجود، يمكن كان في الملاعب في الوقت ده، ويعتبر كمان أكتر لاعب ليه في خد كبيرة كده كان الكابتن مخلص كمال يعني. فقالوا إحنا عايزين حد، فقالوا هات الشبل ده اللي موجود في نادي إسكو، وجابوا الكابتن سامي رفاعي. مش كده يا كابتن؟ وكانت البدايه كابتن. كانت البدايه كانت البدايه والانطلاق، وانك انت تعمل اسم في تعمل اسم في رغم ان يعني الكابتن سامي انت الان في وزاره الشباب والرياضه يا كابتن مش كده برضو؟ ويعني تتقلد منصب محترم جدا اللي هو الاتحادات والانديه مش كده، وبصمات كده، ولكن برضو ما زلت سردباك يعني حتى في عملك انت السردباك بتعمل الامور بعدل جدا بحزم جدا. الحته اللي فيها لعب ما بيبعتوش فيها الكابتن سامي رفاعي الحته اللي عايزين فيها الحاجه المظبوطه الكابتن سامي رفاعي يكون فيها. الحمد دي معلومات شخصيه مني انا، الحمد لله، انا اعلمها تمام وليس مجامله في الكابتن سامي، لان يعني احنا علاقاتنا ممتده مع وزاره الشباب والرياضه، بنبقى عارفين الاعضاء اللي بينتدبوا وبيطلعوا الانديه وبيطلعوا الاماكن. كابتن سامي من الناس اللي لما يحبوا يستعينوا ان الامور تمشي ابيض واسود سامي رفاعي بيكون موجود فيها. الله يخليك كابتن سامي. عايز اخدك بقى كده تاني بقى والفتره بتاعت شبر خيمه والدورات الرمضانيه بقى نتكلم فيها شويه. طبعا ما فيش لعيب يعني تخبرك ازاي في شبرا او يمكن على مستوى مصر والانديه ما لعبش كره شراب،
دي كانت انت واخد بالك ازاي كانت المتعه بالنسبه لنا، وان احنا كان ممكن في اليوم نلعب مثلا ثلاث واربع ماتشات في دورات مختلفه. يعني كنت تخلص هنا تروح هنا ايوه قبل الفطار واخد بالك حضرتك بنلعب كذا واخدين وبتبقى في فرقه كامله يا كابتن، فرقه معروفه. ايوه يا كابتن قبل الدوره تبقى انت عارف فرقتك مين. كنا مثلا فرقه هنلعب مثلا في دوره المكان الفلاني ده او رايحين نعمل افتتاح في دي، بيبقى مثلا ايه الفرقه معروفه هنا لينا زميل في المنطقه ديت، فهو بيجيبني مثلا انا والكابتن احمد ابو رحاب والكابتن كذا الى جانب مثلا فلان من المقاولين، الى جانب كذا من نادي مثلا الترسانه. لا عندنا في الدوره مثلا في مكان تاني بنلعب بعد الفطار، بيبقى لينا برضو ايه فرقه يعني ايه مختلفه او بعض الايه المجموعه اللي احنا كنا بنلعب بيها قبل الفطار مع فالدوره دي تانية. جميله يا كابتن في اكتشاف المواهب. ايوه كابتن يعني انا بعتقد ان اساس الموهبه او معظم اللعيبه اللي احنا يعني ايه شفناها نجوم بعد كده وامتعتنا مفيش واحد فيهم ما لعبش كره شراب. يعني انا بقول ان كره الشراب جامد قوي. لا 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 كان حكايه كان حكايه حدوته في كره الشراب الكابتن عطيه. مفيش لعيب ياسر محمدي يا كابتن ياسر وكان في دورات يا كابتن يعني ايه ملتصقه بها اسماء نجوم معينه. بالظبط. يعني مثلا كان في شبرا الخيمه كان عندنا اكبر دوره، كانت الدوره اللي هي بتاعت السرايا اللي كان بينظمها الله يرحمه كابتن احمد السني. أيوة اللي هو اسمها دورة كلية الزراعة تقريبا حاجة زي السرايا. السرايا وكان طبعا اللي بينظمها كابتن احمد السني اللي هو مكتشف النجم الكبير الكابتن مصطفى يونس. فكنت تيجي هنا كابتن تتفرج على يعني متعة متعة وتتفرج على نجوم كابتن مصطفى يونس وكابتن صفوت عبد الحليم واخد بالك مجموعة كابتن عطية شحاتة في فرقته كابتن فلان يعني كان وشوف بقى الكم من الجماهير انت واخد بالك ازاي اللي بتتفرج وبتتابع البطوله وكده. فمعظم النجوم اللي احنا بنتفرج عليها واستمتعنا بيهم مفيش ما اعتقدش ان في لعيب فيهم ما لعبش انت واخد بالك ازاي كره شراب. بس في اسماء كبيره ارتبطت بالكره الشراب يا كابتن، بس هي خلاص كره شراب وبس. يعني زي جراند الحافي الحافي ده اللي اتعمل عليه الفيلم بتاع عادل امام اسمه محي باين، وفي كابتن محي من القلعه طبعا كدا. اسماء وكان في الشبراوي حلم البطل وسامي نافع اسماء بالك ازاي والشلقاني ده في اليوب في اليوب الشلقاني ده كان لعيب جامد قوي يعني وبيلا اللي هو بتاع الساحل يعني كان في اسماء يعني وبيليا بتاع الاميريه اللي لعب في السكه الحديد ده كان لعيب اكتشفوه فانا اعتقد كمان يا كابتن لعيب راح الزمالك شبندر باين شبندر ده ما بس كان ما مشيش في الزمالك يعني وانا شايف ان 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 ان, إن بانقراض الدورات الرمضانيه والكره الشراب والمساحات اللي كانت موجوده في الشوارع والكلام ده قلت معاها وجود المواهب بالظبط. هي اتقلبت دلوقتي كابتن الكره الخماسيه بس برضه ما بتديش زي الاول. وكل اللعيبه اللي انت شفتها ديت واحنا من ضمنهم احنا جابونا من واحنا بنلعب كره شراب يعني انا اذكر ان الكابتن امام ده انا الاول ما جيت النادي واحنا كنا بنلعب ووصيت لقيته بينادي لي دوره عندنا انا عايزك اللي هي بقى تعالى يا ابني بيقول عليهم اللي هم كشافين برضه ديت انقرضت معاك عينهم كويسه يا كابتن بيعرف اللعيب ده يبقى هو اللعيب ده طبعا زي ما الكابتن شاكر عباده ما جاب كده طهربو زيت ايوه جابوا هنا اسكو وبعد كده خدوا من اسكو على النادي الاهلي ايوه كابتن كده وطهربو زيت اسماء كبيره كابتن. طب انا عايز اخدك بقى كده والعائله بقى ومش عايز اقول بقى ام شيماء عايز اقول ام احمد ام باشمهندس واول الارتباط فاكر انت اول مره عزمتها اول ما خطبت عزمت ام احمد عليه اللي هو كل السيد بقى لا, لا 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 انا بحسبك انت هتسال على ازاي ان انا اتعرفت عليها ماشي ناخد البدايه اللي هو كان زميلنا وانت عارفه طبعا كويس الكابتن محمود عثمان اللي انت طبعا كان بيلعب معانا برضو اجدع واحد في مصر بيضيع اجوال دي كانت بنت خاله وانا كنت طبعا مرتبط بمحمود وبنود بعض فهي كانت ساكنه تحتيهم في نفس السكن بتاعهم فشفتها واخد بالك من هنا بقى فكلمته وحصل التعارف والحمد لله يعني اول بقى زي ما انت بتقول خروج او بتاع اللي هو يوم الخطوبه وبتاع تاني يوم انت واخد بالك استاذنتهم وانا عايز اخرج وبتاع وخرجنا برضو زي اي شاب وبتاع وكان اول عزومه خرجنا بقى عند الحسين وكده واخد بالك كوارع ولا ايه؟ ها؟ كوارع ولا لا يعني ولا مش مجدور. اول مره يعني كده عشان يعني عشان ما تطمعش عشان ما تطمعش فينا كده
ام احمد الغاليه ديت. لا واول زوم يعني هي عزمتها ربنا يخليها لنا بصراحه، شايله حمل كبير بجد يعني. والله ربنا يخليها لك. الله يخليك. اول عزومه هي بقى عزمتها لك بقى في بيت باباها كده. عندهم هناك. وعايزه بقى هي بقى ايه تملى دماغك بقى ايه الاكله الجميله اللي لا ما هو طبعا اقرب طريق للرجل اللي معدته. طبعا انا ايه كوره بقى هم ايه ظبطتها طبعا الاول. انت اخبارك ازاي؟ مكسوف انا في الاول وبتاع. لا ما اعرفش ايه. طب دودي هي اللي عاملاها وبتاع. فطبعا انا يعني ايه بدات اكل وكده والكلام ده، واكتشفت بعد كده ان هم برضو يعني ان هم ايه هي ما عملتش حاجه يمكن غير السلطه في الليله دي كلها، واخد بالك. الاكل ايه يا كابتن؟ فاكر إيه؟ ولا فاكر الاكله كابتن؟ يعني كان اللي هو كان يعني في الفترة دي شائع وكده، انت واخد بالك، مكرونة بالبشاميل وكفتة وبتاع وفراخ والكلام ده. لقيت الكلام ده بقى في البيت ولا لقيت الكلام ده بقى في البيت ولا طبعا ولا خدت نتيجة أقل من كده؟ لا هو 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 في حاجات انت واخد بالك زي أنا كنت بحبها وهم ما كانوش ليهم في الحاجة بقى اللي كانت بتعملها لك الحاجة بقى. زي الكوارع بقى والحاجات ديت والممبار والحاجات دي ما كانش ليهم في القصة دي. واخد بالك؟ فطبعا بقى لا يعني لا لازم وبتاع علشان الحاجات دي ما نقدرش واحنا بنحبها. انت عارف لعيبه الكوره يعني بطبيعتها. واخد بالك؟ فتعلمت وبقت يعني النهارده يعني عندنا حتى في على مستوى اخواتي والكلام ده هم يقول لك احسن واحده تعمل دلوقتي الحاجات دي. بقت مدير فني دلوقتي. بجد والله بقت مدير فني في الحته دي اللي هم ما كانوش بيعملوها. ومظبطه باحمد، ما هو لعيبه كوره بقى لعيبه كوره طالع لعيبه كوره لازم تظبط المسائل يعني. طب كابتن سامو، احنا في الايام الجميله وامنياتك لشيماء ويعني ربنا يخليها لك دكتوره صيدليه كده وتشوف الله يخليك يا حبيبي يعني احفادها ان شاء الله كده وتشيلهم باذن الله هي واحمد ومحمد وروان. الله يخليك يعني. واحنا في ختام حلقتنا وفي ايامنا الجميله دي، ايه اللي عايز تقوله لام احمد دلوقتي كده كلمه؟ احنا بنشكرها على المجهود اللي بتبذله معانا بجد، وانا دايما بدعي لها بس يعني بالامانه يعني ما ببين لهاش. واخد بالك ازاي؟ زي ما كانوا زمان يقول لك ايه يعني احنا كنا نبقى كويسين ونطلع فالمدرب ما فلما جينا كبرنا بقى وبقينا نسال برضه بنعمل الشغل ده مع يقول لك انت واخد بالك ازاي يعني ايه لو قلت له انت كويس وكنت هايل هي فاحنا يعني ايه انما يعني بصراحه كتر الف خيرها يعني شايله حمل شايله حمل يعني. ربنا يخليها لك الاولاد. شيماء شيماء نور عيني لان هي البكريه بتاعتي وبامانه يعني دلعتها يعني كتير. ربنا يخليها لك. كانت اول حاجه بالنسبه لي. انا عندي هاجر بنتي تقول لي ايه؟ هاجر 6 سنين. يا بابا يا روح عيني. شايف الجمله جايه ايه؟ روح عيني مش نور عيني. شوف انت بتقول نور عيني. بنتي تقول لي ايه؟ تقول لي يا روح عيني. انا مش عايزها تكبر وتفضل تقول لي يا روح عيني دي. المصطلح اللي ما سمعتوش خالص. فشيماء بالنسبه لي اول فرحه وكنت مبسوط بيها قوي وكنت يعني عايز اجيب لها حته من السماء. واخد بال حضرتك ازاي؟ لدرجه ان انا لما هي كبرت دلوقتي انا خايف عليها اكتر من زمان قوي يعني. انا ما بقعد انا ما بيجي لها حد تفضل صغيره بالنسبه يعني لك. اول مره لما جالها حد وبتاع انا ايه حسيت ان الدنيا دي تاخد بالك ازاي ودي هتتاخد البيت يعني مش هشوفها ازاي يعني معقوله ممكن ما اشوفهاش باللي كذا بصراحه يعني واخد بالك ازاي احمد لان حنينه البنات حنينين جدا وخصوصا شيماء دي. احمد بقى وامنياتك ليه بسريع كده؟ احمد يعتبر النسخه يعني الثانيه مننا. واخد بال حضرتك برضو في هادي ما بيتعجلش في اتخاذ القرار. انت واخد بالك ازاي؟ بتمنى ان انا افرح بيهم واخد بالك واشوف عوضهم طبعا كده واشوفهم في احسن حال واسعد ناس. محمد ربنا يوفقه ويكرمه كده ونفسي اشوفه في يعني يرجع تاني للكوره لان هو لعيب كويس يا كابتن خليل. يعني عنده الناحيه الفنيه عاليه وكده. ان شاء الله. بس انا قلقان عليه من الدراسه وكده يعني. ربنا يخليه لك ويخليه وروان بقى العسوله. العسوله دي الكتكوت ربنا يفرحني بيها وتفرح بيها ان شاء الله. الله يخليك يا حبيبي. انا سعيد بلقائك يا كابتن سامي. انا سعيد بيكو. ورمضان كريم يا كابتن. كل سنه وانت طيب يا كابتن. وانا سعيد وبشكركم ولاستضافتكم ليا. واهلا وسهلا بيكم في النادي وبشكركم على البرنامج الجميل ده ان انتوا يعني حاجه يعني بتعملوها جميله اللي هي بنفكر الناس تاني بالانديه اللي هي زي اسكو اللي كان ليها بصمه واللي خرجت لعيبه كتيره
لانديه كتيره ولمنتخب مصر وكده. وهو ده دور ده يا كابتن سامي. يمكن احنا في برنامجنا دائما نلقي الضوء على النجوم الذين لم يعاصروا الزخم للقنوات الفضائيات الكثيرة. كان هناك بس ايه القناة الاولى والقناة الثانية. فمن هنا ومن رمضان كريم يا كابتن نلقي الضوء على هذه النجوم. مشاهدينا الكرام بنشكركم على حسن المتابعة، بشكركم وعلى وعد ان شاء الله ولقاء اخر ونجم اخر ورمضان كريم يا كابتن. السلام عليكم.